السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الموديل الثالث اللي هو Integration and Configuration. طبعا Integration and Configuration استنادا إلى إعادة استخدام البرامج، يتم دمج الأنظمة من المكونات الموجودة أو أنظمة التطبيقات، وتسمى أحيانا شنو أو تسمى احيانا طبعا تسمى COTS Commercial Off the Shelf Systems. اوكي، قد يتم تكوين العناصر المعاد استخدامها لتكييف سلوكها ووظائفها مع متطلبات النظام. يعني احيانا عندنا برامج ما تحتاج احنا نبنيها، نحتاج بس نسوي لها كونفيجريشن، فبهيك حاله نستخدم يا نوع يا موديل يكون انه كلايف سايكل، فنستخدم شنو؟ نستخدم الانتجريشن اند كونفيجريشن. اوكي، طبعا الريوز از ناو ذا ستاندرد ابروتش، هو نهج ستاندرد فور بيلدينج ماني تايب اوف بزنس سيستم. ف نرجع اذكركم بالواتر فول موديل. قلنا الواتر فول موديل شنو؟ ما يحبذ استخدامه اذا كنا نسوي ديفلوبمنت البزنس سيستم. فشو نفضل؟ نفضل الديفلوبمنت انتجريشن، ونفضل النوع الثالث اللي هو الكونفيجريشن اند انتجريشن اند كونفيجريشن. فالريوز از ناو ذا ستاندرد ابروتش فور بيلدينج ماني تايب اوف بزنس سيستم. طبعا بالمناسبه الفيديوهات راح تكون قصيره لصفحه او صفحتين حتى يكون حجمها اقل، يفيدكم من يسوون داونلود، ويساعدني انا ايضا من اسوي ابلود. شكرا لكم.